يا شباب، لا حدا يفكر انه هي المسألة هي مسألة اخواتنا المحجبات وبس. بسبب شافة ورقة مالها طعمة، وحدة من زميلاتنا خسرت حياتها. لو ما جبروها انها تقيم الحجاب وقتها، كانت رح تكون بيناتنا هلا. ايه، ملينا من اجتماعاتهم البايخة، مشاكلهم ما عم تخلص، مو ملاحظين؟ دايما مظلومين يا حرام، شي ببكي القرد؟ إذا كل هالقد مظلومين، يحملوا حالهم وينقلعوا عضيعهم. انسي، ما خلونا نرتاح يوم واحد. شو هالجامعة هاي؟ كأنه بالحج. لك شو هالوقاحة هي؟ يقولوا في بنت ميتة. البنات، الشباب، المحجبات وغير المحجبات، لازم نوقف كلنا بوش هالظلم. الضغط اللي عم يمارسوه على المحجبات رح يكون له نتائج سلبية على الكل بكرة. كل ما زاد عدد الطلاب يلي بيقبلوا الظلم، الظالمين رح يكتروا. لازم نكون ايد وحدة يا شباب. ساندونا بأصواتكم، ساندونا بوقفتكم معنا يا شباب. تذكروا انه رح تنزلوا على نفس الجوره اللي نزلت فيها قمر. لحد امبارح هي كانت معنا عم تتنفس. حسيتوا فيها شيء؟ مين هي؟ لا، ما حسيتوا، يعني كانت ما كانت، لانها كانت محجبه فهي مو انسانه مثلكم. لهيك انتو سكرتوا عيونكم وقلبكم عنا. برافو عليكم، ما في داعي انه حدا يحس بحدا. ايه، لا تستعرضي، وانتو ما شاء الله ابرياء كتير، يعني حاجة تلعبوا دور الضحية. خليكم هيك عايشين دور الانكار. بس انا شفت كل شي وسمعت كل شي. حدا منكم بيعرف شو عم بيصير بالابوه؟ انا بعرف. بيطلعوكم من الدرس وبيطلبوكم على مكتب الارشاد. هذاك الابو يلي ما كان اي حدا يدوسه ابدا، هو طابعين لتحت ياخدوكم كانكم مش رمين. ومن دون ما تعرفوا شو عم بيصير، بتشوفوا حالكم قدام الباب فجأة. رح تفهموا بعدين انه هالطريق جهنم اللي كنتوا عم تمشوا فيه. واللي قاعدين جوا هن من النار نفسها. شو بدهم منكم؟ انه ترموا ايمانكم بالهوى، انكم تمسحوا شخصيتكم، انه يسقطوا عنكم امر رب العالمين. يعني بدهم منكم انه تشيلوا حجابكم وبس. قمر ماتت لانها رفضت هذا الشيء كله. وقبل شوي انا كمان رفضت، وهلا ما بنعرف مين بهديك الغرفه. قديش فيها تتحمل؟ ويا ترى رح تشيل حجابها تحت الضغط ولا لا؟ وعلى دوامة التحضر لنشوف بعدين دور مين رح يجي. انتو يلي عم بتدافعوا عن الحرية وعم بتنادوا بحقوق الإنسان، ويلي بتعبوا الشوارع والساحات مشان حقوق الطلبة، شو فيكم تعملوا كل هذا الظلم حوالينا؟ وقفوا يا شباب، انتو بتعرفوا منيح انه كل يلي قالته حكي فاضي، مو هيك؟ لا تسكت، علي الصوت، صمتك عنا هو الموت. 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 الحرية انخلقت للناس، لا للشكل ولا الأجناس. الحرية انخلقت للناس، لا للشكل ولا الأجناس. الحرية
يا خلقت الناس لا للشكل ولا الأجناس، حر 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 يا خلقت الناس رحمة امشي معاك.